السلام عليكم. واول حاجه نبداو بها خوتي الف 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 مبروك على ايمان خليف التتويج بالميداليه الذهبيه في اولمبياد باريس 2024. زكاره في كل اعداء الجزائر، زكاره في كل الناس اللي تنمروا على ايمان خليف، زكاره في كل اعداء الجزائر والناس اللي صابطوها والناس اللي كذبوا عليها والناس اللي خرجوا عليها اشاعات انها رجل وليست امراه، انها متحول وليست امراه. كل هذه الامور أكاذيب، كل هذه الأمور كانت انتقادات تافهة وانتقادات كانت من أجل إحباط عزيمة إيمان خليف، ولكن البطلة الجزائرية وابنة الجزائر ردت عليهم في الحلبة كما يردون كل الأبطال وفازت بالميدالية الذهبية. إيمان خليف اليوم تتوج بالميدالية الذهبية، والناس اللي تنمروا على إيمان خليف وشتموا عليها وضحكوا عليها والناس اللي كانوا ضدها إلى مزبلة التاريخ يا عزيزي. علم الجزائر اليوم رفرف عاليا في فرنسا، النشيد الوطني الجزائري عزف في فرنسا في بلد العدو رغم كيد الكائدين وحسد الحاسدين. هذو هما الجزائريين وهذو هما أبناء الجزائر. وين يزيد الانتقاد؟ وين يزيدوا الأعداء؟ وين تزيد العزيمة والجرينطة الجزائرية بأتم معنى الكلمة؟ الجزائري رأسه خشين، الجزائري يموت على زكارة بأتم معنى الكلمة. برافو على إيمان خليف اللي ردت على كل المنتقدين. شفنا الصحافة الإنجليزية، الفرنسية، الأمريكية، البريطانية، الإيطالية وحتى العربية والصحافة على المروك اللي يتكلبون على إيمان خليف ويتكلبون على كل ما هو جزائري من بني صهيون، ولكن ما عندهم ما يقدروا يديروا، مجرد نباح كلاب يا عزيزي المشاهد، لأنه هادو هما الجزائريين وهادو هما أبناء الجزائر يغيظونهم بنجاحاتهم وبتحقيق الألقاب والميداليات الذهبية. أبناء الجزائر رافعين الراية عاليا يتوجون بالميدالية الذهبية، وهم وش يديروا؟ نباح فقط يا عزيزي. وين يشوفوا علم الجزائر عالي ويرفرف تسمع نباح الكلاب. على كل حال ما عندكم ما تديرونا وما عندكم ما تقضونا. ايضا باش نتكلم على امر مهم اللي هو الاتحاد الدولي للملاكمة اللي كان ضد ايمان خليف وصابوطة ايمان خليف وكان يطالب اللجنة الاولمبية باقصاء ايمان خليف من الاولمبياد، ولكن ما قدروا يديروا لها ولا اي شيء. واللجنة الاولمبية تصفع الاتحاد الدولي للملاكمة وقلت لهم انه ايمان خليف تشارك بالطريقة القانونية والسليمة وايمان خليف امرأة وتمارس الرياضة بشكل عادي وطول حياتها كانت امرأة وهي اليوم بطلة عالمية بأتم معنى الكلمة وبجدارة وباستحقاق. العالم كله شاف إيمان خليف كيفاش كانت نازل بدون مساعدة أحد، بل العكس كل الناس كانت ضد إيمان خليف ما عدا الشعب الجزائري اللي دائما كان سند لإيمان خليف وسند لكل الأبطال الجزائريين ولكل أبناء الجزائر ضد أعداء الجزائر. لازم كنا كجزائريين نكونوا واقفين يد واحدة ضد هاد الناس كنا باش ما يحطموش أبناء بلدنا. ونتمنى صراحة أنه اللجنة الأولمبية الجزائرية لازم عليها تدعم إيمان خليف من كل النواحي، لأنه شفنا الحالة على عائلتها، عائلة بسيطة عايشين في حالة مزرية، لازم يحسنوا لهم الوضعية لأنه جابونا بطلة شرفت الجزائر وفرحتنا ورفعت العلم الجزائري عاليا. لازم تتكرم أحسن تكريم ويقدموا لها منزل لها، لأنه شفنا المنزل اللي تعيش فيه صراحة متواضع جدا. بطلة جزائرية، بطلة عالمية، بطلة أولمبية، بطلة إفريقية، بطلة عربية، لأنه إيمان خليف كل شيء اللي تكلمت عليه فازت به ببطولات ما عدا البطولة العالمية اللي أقصيت فيها من طرف الاتحاد الدولي للملاكمة بكيد كائد واللي هما بني صهيون وتاع المروك الأعضاء اللي كانوا موجودين اللي نحوها من هذه البطولة زكارة باش إيمان خليف ما تكونش بطلة عالمية، ولكن اليوم ترد عليهم في الألعاب الأولمبية وترفع العلم الجزائري عاليا، تستحقها واستحقتها ألف مرة. برافو عليها، برافو برافو برافو. صراحة أنا فرحان أكثر من اللازم وفخور أكثر من اللازم بإيمان خليف، لأنه الأمور خرجت عن السيطرة وخرجت عن الرياضة. تشوف التنمر والتهجم والحقرة الكبيرة اللي حقروها ليها، تشوف انه ناس يقولك لا ماهيش امرأة رجل، يعني تتخيل الحجم الإهانة ليها هي كامرأة والتحطيم النفسي ليها صديقي، تحطيم كبير جدا. إيمان خليف الشيء اللي عاشته عذاب، تعذيب نفسي بيتم معنى الكلمة. يعني لازم
نشكروها وندعموها ونصفقولها ونتحيولها، هاو حقها إيمان خليف بطلة وتستحق كل الخير. نتمنوا لها كل التوفيق إن شاء الله. والناس اللي راه يقول لك كيفاش الآن ماهيش متفاهمة مع الاتحاد الدولي للملاكمة، هل إيمان خليف ما راحش تشارك، هل ما راحش تلعب مباريات، هل ماش راح تكون في نزالات أخرى، أو أنها تستنى فقط الأولمبياد؟ لا، إيمان خليف حاليا نجمة عالمية والنجمة رقم واحد في أولمبياد باريس 2024. كل الأخبار ما تتكلم إلا على إيمان خليف فقط، يعني هي حاليا راح تكون لاعبة الملاكمة محترفة، راح تشارك في العديد من المنظمات معهم، وأكيد أنه راح يجوها العديد والألاف من العروض باش يتبنوا إيمان خليف ويدعموها بكل شيء باش تكون تلعب تحت الراية تاعهم، يعني تحت الراية تاع المنظمات مش راية تاع دولة أخرى، لأنه إيمان خليف جزائرية وتلعب فقط تحت الراية الجزائرية الوطنية. ولكن في الاحتراف كما نقولوا لاعب دولي جزائري يلعب في المنتخب أو يلعب مثلا نقولوا في دورتموند أو في ميلان، هي كذلك راح تكون منظمات تحتضن إيمان خليف وتشارك في مباريات محترفة، وطريق الاحتراف جيد جدا، ونتمنى إيمان خليف أنه تمشي فيه، وإن شاء الله راح نشوفه بطلة عالمية كبيرة جدا من كل النواحي، لأنه ما شاء الله لها عندها إمكانيات كبيرة، امرأة قوية بأتم معنى الكلمة، اللكمة تاعها قوية، عزيمتها قوية جدا، مونطالمو ذهنيا وكل شيء قوية جدا صراحة، لأنه اي واحد فينا احنا راهو يشوف فيا وانا وكلنا، لو كان تعرضنا للاهانه والعنصريه اللي تعرضت لها ايمان خليف شويه منها، كان واحد فينا بالك انه تنتهي مسيرته او تنتهي حياته، لانه عنصريه كبيره جدا. تلقى اكبر الصحف، اكبر القنوات التلفزيونيه، اكبر الصحفيين، اكثر الاثرياء، رئيس دوله يتكلم عليك بسوء، يعني هنا راح تتحطم من كل الجوانب وتقدر تقول لهم هذه الملاكمه خلاص نحبس ونعتزل الملاكمة. ولكن إيمان خليف ما شاء الله كل هذه الأمور وهذا الكلام شفناها في الحلبة، زاد لها إلا عزيمة على عزيمة، وزاد لها قوة كبيرة وخلاها تكون واقفة وصامدة باش جابت الميدالية الذهبية زكارة في كل أعداء الجزائر. برافو 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 على إيمان خليف، ونتمنى لها كل التوفيق في المسيرة تاعها اللي بقت لها، ونحب نشكر كل الجماهير الجزائرية وكل الناس اللي دعموا إيمان خليف. أما بالناس اللي تنمروا على إيمان خليف وهضروا عليها بسوء، نقولهم راكم ربحتوا غير لعب وما ربحتوا والو. إيمان خليف اليوم تتوج بطلة ودات الميدالية الذهبية، وانتم واش ديتوا؟ ما ديتوا والو وما ربحتوا والو. ألف مبروك على إيمان خليف، برافو 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 عليها. قد ما نقول ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك والله ما نكفي، أنا راني فرحان على كل حال. برافو على إيمان خليف، تحية لها كبيرة، نتمنى لها كل التوفيق، حظ موفق لإيمان خليف. السلام عليكم، وما تنساوش تحية الجزائر وفقط.